بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم ولقد خلقنا فوقكم سبع
بمبعوثين
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبوا. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه قرار ومعين.
بالعذاب إذا هم ينأون
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار
الأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض.
سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
أفحسبتم